اعتقاد ان القط الاسود انه شيطان، هذه من العقائد عند بعض الناس، يقولون دائما القط الاسود هو شيطان. واحدة تقول كل ما اطلع من بيتي القى قط اسود عتوة اسود عند الباب، هل انا فيني شيء؟ هل البيت فيه جن؟ لا، ما نبي نعتقد بالشيء هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابي ذر قال الكلب الاسود شيطان، واضح. والمحرم اللي ما يجوز تربيه الكلاب، تربيه القطط ما في حرج، يربي الانسان قطط، لكن اعتقاد ان القط الاسود انه شيطان هذا غير صحيح. قلت وانا طالع اعطيكم الفائده هذه، لان بعض الناس يتشائم. واذكر يعني واحد يقول عني كثره القطط عند البيت يدل على البيت هذا يسكن من الجن. ما في بيت ما في جن، كل بيوت في جن مسلم في جن كافر، مثل الان بيت يكون فيه من الذباب من الحشرات من كذا، الجن يسكنون. يقول الدنيا ما في بيت من بيوت المسلمين الا فوق سطحه قوم من الجن عادي. إذا دخلت البيت وما قلت بسم الله دخلت الشياطين بيتك، قال الشيطان أصحاب أدركتم المبيت. أما إذا دخلت بيتك وذكرت اسم الله تعالى، قلت بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ودخلت سميت بسم الله، وإذا وضع الطعام سميت بسم الله، قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني الليلة ما راح تباتوا في هذا البيت ولا لكم طعام، لأن راعي البيت يذكر الله. إذا ذكرت الله تعالى ولا الشيطان، فدل هذا أن الشياطين تبات في البيوت، حتى الغرف الفاضية هذه ما فيها أحد نام فيها الشياطين. أنت تذكر اسم الله تعالى، سمي بسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. أقل الأحوال أقرأ خواتيم البقرة لآخر آيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون، لا يقربه شيطان ثلاث ليال. ما عندك وقت، ما عندك وقت على دنيا، اجتهد بالبقرة تقرأ، بشغل القرآن في البيت عادي، بس أنت تقرأ أفضل. هذا هو الأصل، أنك أنت تقرأ في بيتك. والله المرأة ما تقصر، وأنت سير رجل هني في القرآن هذا، خليك رجل أيضا اقرأ. حافظت على دعاء دخول المنزل والخروج منه، دعاء نظر إلى القمر، دعاء الريح، دعاء البرق، دعاء إذا صح الديك، وهكذا الأدعية هذه، دعاء دخول الخلاء خروج منه، الأدعية هذه دعاء المبتلى، أي دعاء يعني في الأدعية التي لها أسباب. أن قلتها كنت وأنك وكنت أنت من هؤلاء الناس الذي سماهم الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. حافظ على هذه، يبعد الله عنك شر الإنس والجن، ولا يقربه شيطان، لا بيتك ولا يأتيك الشيطان. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. أسأل الله تعالى يجعل بيوتكم مطمئنة بطاعة الله، ويبعد عنكم شر كل من فيه شر من الإنس والجن. اللهم من أراد بلاد الإسلام والمسلمين، وأراد بيوتنا، وأراد عوائلنا وأزواجنا وزوجاتنا ونساءنا وأبنائنا، ومن أراد أي مسلم بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميرا عليها سميع الدعاء. صعقت لما دخلت بعض البيوت يقولون والله لقينا كم جارتنا قالت كاسرة كم بيضة عند الباب وتبي تسحرنا وما أدري إيش كذا. توكل على الله، حصن نفسك بالذكر الشرعي، خليك متوكل على الله تعالى. ما عليك لو مكسروا بيض، لو ذبحوا ورشوا الدم على الباب وسووا ما سووا، يقينك وعقيدتك هي اللي ثبتك. احفظ الله يحفظك، مو لو قطو أسود ولو ما كان، فما عليك من هذا الشيء. فالقط الأسود يعني ما يكون شيطان، والنبي عليه السلام قالنا ليس في نجس. يلا انصرف انصرف، ما يبي يروح. الحين هذا قطو أسود، وهني بعد هم قطو أسود، هطلعنا بعد ثاني، يعني ما عليه شر، شر على البيت.